إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من الأخ سمير، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. إخوان، الفيديو ديال اليوم بغينا نشرحوا فيه، بغينا نسردوا لكم فيه، نذكروا لكم فيه النقاط اللي خرج بها ذاك المجلس الوزاري اللي صدر ذاك القانون اللي غادي يكون قانون يعني ديال تاع الكوفيد، تاع الطوارئ اللي غادي تمشي عليه الحكومة في هذه الفترة ديال أبريل، الشهر ديال أبريل، وغادي يكون سالي بالعمل يعني من يوم 7 في شهر 4 في شهر أبريل إلى غاية يوم 30 في شهر أبريل، إلى غاية آخر الشهر. هذا القرار على الاجراءات اللي خرجوا يعني تسبقوا في المجال الصحي ومجال التعليم لا اقل ولا اكثر. هادشي فاش كاين لاحظنا وكما هو كان منتظر، يعني اول اجراء داروا هما انهم قسموا الخريطه ديال ايطاليا الى لونين، لون برتقالي ولون احمر، يعني اختفوا دوك في طيله هذا الشهر غادي يختفي داك اللون الابيض ولا الاصفر، يعني شددوا شويه لان كيف ما تنشوفوا الارقام بدات في تزايد يعني وفي ارتفاع حتى عدد الوفيات ولا العدوى، يعني وحتى ديك النسبه ديال العدوى تاع التفشي شويه مرتفعه، لذلك داروا هذه الاجراءات هذه في هذه الفتره هذه باش لربما تكون تنفع شويه في الحد من التفشي بهذا الدرجة اللي غاديين بها مؤخرا. ومن بين هذه القرارات كيف قلنا قسموا ايطاليا الى جهات، جهه حمراء وجهه برتقاليه، وقرروا كذلك انه ممنوع السفر من جهه برتقالية من جهه حمراء الى جهه برتقاليه. وكذلك من بين هذه القرارات اللي اتخذوا انه في المناطق في الجهات الحمراء ممنوع السفر، ممنوع يعني التجول ولا زياره الاحباب ولا هذه ممنوع نهائيا، ما عدا هاد نهايه الاسبوع ديال عيد الفصح باسكو، فينيسي تيمانا ديال باسكو، نظرا اللي تتعرفون انه يوم يعني بالنسبه لهم عيد ديني مقدس يجب فيه يعني زياره الاهل والاحباب، فعطوا هذاك الترخيص للزياره ديال العائلات بيناتهم في نهايه الاسبوع ديال عيد الفصح فينيسي تيمانا ديال الباسكو. وكذلك في الجهات البرتقاليه، الجهات البرتقاليه ممكن لك يعني زياره الاهل والاحباب طيلة هذا الشهر هذا من يوم 7 الى يوم 30 في الجهات البرتقاليه، يمكن عندك حريه التنقل ولكن بشرط داخل نفس المدينه اللي عندك فيها انت الاقامه ديالك، اللي عندك فيها السكنه او البلد اللي انت ساكن فيها، وبشروط يعني من الساعه 5 صباحا الى الساعه 10 ليلا، هذا هو التوقيت اللي عندك تزور فيه الاهل ديالك ولا الاصدقاء ديالك. وكذلك شرط اخر هو انه ديك الزياره ما تتمش الا بشخصين، لا كأقصى حد، يعني ما يكونوش ربعة الناس يمشيو يشوفوا، يقول لك غادي نشوفوا العائلة، وما حددوها جوج الأشخاص لا أكثر، ومرة واحدة في اليوم يعني في النهار، ماشي يلقاوك اليوم غادي تقول لي غادي عند الوالد، وعاود يلقاوك في العشية تقول لي غادي عند الوالد، هذيك يعني أنت تولي خارق للقانون وتعرض نفسك يعني لمخالفات. لذلك الإخوة ردوا البال، والحاجة اللي نوصيو بها الإخوان هو بعض المرات تيوقع غلط الإنسان تيكون ساكن في كوموني صغير وجنب المدينه لكابول ووغو، تيغلط تيقول لك انا ساكن في مثلا هو تيسمي راسو في المدينه، لا وما تيقول لك دابا ماشي قال لك الكوموني يعني فين عندك انت الريزيدنس، حاول ما تخرجش منه انه قلت لي مخالف للقانون. هذه هي النقطه اللي كاينه الاخوان، يعني جهتين حمراء وبرتقاليه ممنوع السفر من الجهه الحمراء الى البرتقاليه، فالجهه الحمراء ممنوع السفر ولا التنقل فيها داخل هذيك المنطقه ديك الجهه اللي فيها تسكن فيها انت لا ريجيوني باش نفهموا، ممنوع انك تسافر فيها الا ما عدا يوم نهايه الاسبوع هذا ديال عيد الفصح الباسكو، عندك ترخيص باش تمشي تزور الاهل ديالك والاحباب. المنطقه البرتقاليه ديك الجهه اللي تكون اللون ديالها ارانشوني برتقالي، عندهم الحريه طيله هذا الشهر من يوم 7 الى يوم 30 حريه التنقل زياره الاهل هذه، ولكن بشروط ما تكونش هذيك الزيارات خارج الكوموني خارج المدينه ولا البلد اللي انت عندك فيها السكنه مقر سكنك، وما يكونش العدد جوج الاشخاص فما فوق، وكذلك توقيت عندك محدد من الساعه 5 صباحا الى الساعه 10 ليلا. هذا هو اللي كاين الاخوان. كاين نقطه اخرى هي ديال السفر الى الخارج، يعني كاين ترخيص لهاد الناس هادو دابا ممنوع باش تنتقل في الجهات، ولكن عندك الرخصه باش تسافر برا خارج ايطاليا لاسباب، هما قال لك لاسباب، يعني تقول لهم مساله صحيه غادي تعالج ولا غادي دير شي فحص طبي عندك في بلاصه اخرى، ولا لعمل تكون انت تخدم برا خصك تمشي تخدم برا، ولا كذلك لاسباب طارئه تكون مقنعه وتدير لو تو سيرتيفيكاسيون ديك الشهاده وتسافر مع راسك. ولكن في العوده الى ايطاليا قرروا باش تكون هناك يعني فتره دير واحد الفحص، يكون عندك تيست قبل ما تجي
وفاش تدخل ايطاليا دير واحد المده قصيره ديال الحجر صحي ديال 5 ايام. هذا هو اللي كاين الاخوان بالنسبه للناس اللي غايجيو مثلا غيمشيو ويرجعوا مثلا، ولا غيكونوا داخلين من فرنسا ولا من شي بلد اخر، يكونوا على بال انهم خصو يكون عندهم الفحص دايرينو ضد كورونا، وكذلك بانهم فاش يدخلوا راه غادي تكون عندهم 5 ايام ديال الحجر الصحي. هذا هو اللي كاين الاخوان بخصوص يعني التنقل في هذه الفتره هذه. النقطة الأخرى اللي تتهم مجموعة ديال الأسر ولا ديال العائلات هو مسألة ديال التعليم ديال الأطفال، كيفاش ما كيفاش دابا كما هو معلوم كاين العطلة يعني، ولكن بعد العطلة مجرد نهاية العطلة ديال الفصح يعني بعد الباسكو غادي يكونوا المدارس مفتوحين، ولكن كاين واحد النسبة يعني قرروا باش يفتحوا روض الأطفال لاجيلي، غادي تفتحوا المدارس الابتدائية وكذلك المدارس الإعدادية. هذا هو اللي قرر الاخوان في هذه الساعه. والمساله اللي مخالفه للمرات اللي فايته هما ان الحكومه قررت هذا المجلس الوزاري حيدوا نزع ديك السلطات اللي كانت عند رؤساء الجهات، يعني بريزيدنت ديال الريجيون اللي كانت عندهم واحد البوتيري واحد واحد كان عندهم واحد الحريه واحد في اتخاذ الاجراءات يعني بيزير كيف تنقولوا، اما تشديد ولا تخفيف هذوك الاجراءات اللي تتفرض بالحكومه. مثلا نقولوا مثلا الحكومه تشنترالي الحكومه فرضت بانه هاد الجهات خص يكونوا مثلا ما يسدوا يحلوا المدارس. في الاول كانوا رؤساء المناطق رؤساء الجهات عندهم الامكانيه عندهم الحق عندهم القوه والسلطه باش يقرر هو يتخذ اجراء مغاير لداكشي اللي مقرر الحكومه، ولكن فهاد المجلس الوزاري قرروا يمنعوهم، تمنعات لهم تحيدات لهم ديك السلطه وديك القوه اللي كانت عندهم باش يتخذوا اجراءات يعني في مجال التعليم. بس من نهار 7 الى يوم 30 ابريل رؤساء الجهات ما عندهم حتى شي سلطه باش يغيروا ولا يتخذوا شي قرار في مجال التعليم فيما يخص المدارس، فتح المدارس او اغلاقها. هذا هو اللي كاين الاخوان. والمساله الاخرى اللي مفرحه هو ان المجلس الوزاري خرج بقرار بانه قرروا غادي يديروا واحد النسبه غادي يوصلوا لواحد العدد ديال 500,000 جرعه ديال اللقاح في اليوم، ولذلك داروا واحد الاتفاق مع جمعيات الصيادله ايطاليا باش يدمجوهم حتى هما، داروا اتفاق باش حتى الناس هادو الصيادله والموظفين الشغيله ديال الصيدله انهم يمدوا واحد اليد ديال المساعده للاطر الصحيه من دكاتره ويعني الناس الاطر اللي شغاله في وممرضين ومساعدين يعني اللي شغالين داخل المصحات والمستشفيات يعطيهم واحد الدعم في التلقيح في تقديم الجرعات للناس وتلقيح الناس. لذلك قرروا يديروا هذا العدد هذا ديال يوصلوا ل 500,000 يعني من الاسبوع الجاي راه غادي يوليو الناس يديروا حتى اللقاح في لي فارماسي في الصيدليات. والنقطه الاخرى الاخوان اللي شويه يعني خطيره هما انهم حيدوا ديك المتابعه القضائيه ضد اي اطار صحي ولا طبي يعني نتج عليه غلط، لانه كيف شفنا مؤخرا دوك الحالات ديال الوفيات اللي وقعوا ولا الناس اللي وقعوا لهم اضرار يعني جانبيه كبيره بعد ما داروا اللقاح لحمايه هذوك الاطر، داك الطبيب ولا داك الفرملي ولا داك الصيدلي اللي تيدير داك اللقاح باش يحمي راسو، نط الحكومه باش تحميه لغات يعني ديك المتابعه القضائيه، سقطت المتابعه الجرم هذا في هذه الفتره هذه ديال اللقاحات تقديم اللقاحات لقاح الناس انه سقطتها ابتداء من اليوم. خرج هذا القانون هذا ولا دابا ساري به العمل يعني عدم متابعه اي اطار طبي ولا صحي دار لقاح شي مريض شي مواطن وداك المواطن جرات ليه شي حاجه ولا حصلوا فيه شي اعراض ولا التوفه ممنوع المتابعه ديالو الدوله تتحميه. والنقطة الأخرى الإيجابية هما أنهم قرروا إجبارية وإلزامية تلقيح الأطر الصحية بصفة عامة، يعني أي طبيب ولا المتطوعين ولا الممرضين ولا المساعدين ديال اللي في المجال الصحي ولا جميع الموظفين ولا حتى الصيادلة اللي عطاو يعني الموافقة ديالهم باش يشاركوا في عملية التلقيح لقاح الناس أنهم إلزامي عليهم هما الأولين يتلقحوا. والناس الأطر الصحية دوك نوفاكس يعني دوك الناس اللي ضد التلقيح ولا اللي رافض يلقح بانه غادي تعزل غادي توقف في هذه الفتره هذه من دابا الى غايه اخر السنه يعني ولا حتى تزول هذا الوباء هذا غادي يوقفوه الى ما كانتش امكانيه ديال يحطوه في يشغل منصب اخر مثلا يدخلوه الاداره في المستشفى يستقبل الملفات ولا هذه ما تكونش عنده علاقه مع المواطنين ولا مع المرضى الناس هذو اللي غيرفضوا. وكذلك في حالات غادي يوصلوا حتى
انه يعزلوه في البيت ديالو لهاد الفتره هادي ووقفوا عليه الاجره ديالو، الراتب ديالو غادي توقف عليه الى غايه اخر السنه. يعني داروا اجراءات في هذا المجال، يعني صاري ما شويه ان كاين مجموعه ديال الاطر الطبيه ضد تلقي جرعات اللقاح. والمساله الاخيره للاخوان باش نختموا، يعني وهذا خبر صار خارج هذا المجال، هذا جاء من الموقع الرسمي ديال مؤسسه ليبس، هو الرساله اللي وضحت اليوم بعد الزوال، يعني راه خبرنا بها الاخوان انه تم نشر واحد الرساله تقول بانه الطلبات اللي الريم داك داخل الطوارئ اللي الناس مساكن تيتسناو منذ مده، راه ابتداء من نهار 7 غادي يبدا تقديم الطلبات. راه كاين الرساله في الموقع، الناس اللي بغاو يدخلوا عندهم السبيد يدخلوا يشوفوا هذه الرساله هذه. ولكن الحاجه اللي شويه تثير الشك يعني والقلق هو داك ذكرهم في هذيك الرساله، ذكروا ديك الماده 12 البوند 1 و 2 اللي تيخصوا هذا الريم هذا، يعني كان واحد شويه ديال التخوف. تتقدر كيف قلنا في الفيديو ديال البارحه، يفهم بنادم منا بانهم الطلبات غادي يشملوا حتى دوك الناس اللي كان عندهم الناس بيو ديسكو، الناس اللي كانوا كيف قلنا البارحه تياخذوا رواتب ديال البطاله المساعده تاع البطاله وحبسات سالت لهم وكانوا قال لهم غادي يمتدوا لهم ولا ضافوهم للريم داك الريم ناس بيريم تاع دوك الناس، راه غادي يكون عليهم اجباري يديروا طلبات. لذلك غنعاود نجدد لكم الدعوه الاخوان، سيروا جدوا الملفات ديالكم، واول حاجه هو ليزي، لان اول شرط يكون هو ليزي، حاولوا تجدوا ليزي ديالكم باش ما توقعوش يعني يكون تاخروا لهاد، لانه دابا معروف التاريخ يوم 7 غادي يبدا دفع الطلبات. هذا هو اللي كاين في الجعبه ديالنا الاخوان اليوم، نتمنوا هذه المعلومات هادو ونكونوا وضحنا لكم شويه الفكره، ونتمنوا يعني تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ومع الاهل ديالكم ومع المعارف ديالكم باش توصلوا الفكره ديال هذه الاجراءات اللي الحكومه سيره تتخذها. وكذلك الاخوان في اخر الفيديو تنعاود نجدد لكم الطلب الدعم ديال القناه، لانه قناه بدون مشتركين وبدون الدعم ديالكم ومساندتكم وحتى اقتراحاتكم، يعني لان اقتراحات الاخوان هي اللي تتكون داك الدعم النفسي والمعنوي اللي تيعطينا ديك القوه باش نمشيو للامام. اذا الاخوان نتمنى لكم امسيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله.